فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وهذا شأن التشدد، صاحبه لا يستمر بل ينقطع، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال: لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وقال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إلى غير ذلك من الأدلة دالة على التوسط والاعتدال بين الجفاء والإعراض كحال الذين قست قلوبهم، وبين التشدد والإفراط كحالة النصارى في رهبانيتهم. فنحن نتوسط، وهذا الدين وسط ولله الحمد، والأمة وسط، وأهل السنة والجماعة وسط، والوسط هو الاعتدال بين طرفين، طرفي الإفراط والتفريط.